بأقل من 15 دينار تعملوا أبن جاتو تفرحوا به العزيز عليكم. جاتو الكاكاوية والكراميل راهو بنة عالمية، ما نحكي لكمش على البنة اللي جيت فيه، سهل واقتصادي على الاخر. باش نحضروا الجنواز متاعنا نستحقوا 5 عظمات بحرارة الغرفة، نفصلوا الأبيض على الأصفر، ركضوا البياض مع رشة ملح لين تطلع الكشكوشة، ومن بعد نزيدوا 150 غرام سكر بشوي بشوي لين نتحصلوا على مورانج، ونكملوا 5 صفار بيض نركضوهم بالباهي، ومن بعد نكمل 150 غرام فارينة نخلطوهم ديليكاتمون. باش نستعملوا البلاتو نتاع الفور غلفوه بالبابي كويسون، البلاتو نتاعي 30 على 40. نوزعوا الخليط بالقدا على البلاتو، ندخلوه على 180 درجة مدة 15-18 دقيقة. بالنسبة للكريم شانتيه خديت 2 ساشيات عليهم دبوزة كريم ليكيد، تنجموا تعملوا الحليب، طلعتهم وزدتهم الكراميل ونخليهم على جنب. وهذه الجنواز بعد ما بردت حضرتها راهو من الليل، قسمتها 3 دوائر متساوية. خديت 60 غرام كاكاوية حمرتها وهروشتها باش نزيد عليها الكراميل بورسالي حضرناه مع بعضنا قبل. وتوا المونتاج، خديت الجنواز الاولى سقيتها بالقهوة باش نحط الكوشة الثانية الكريمة، نستويها شوية وباش نزيدها الكراميل، تنجموا تزيدوها الكاكاوية. من بعد الجنواز الثانية كيف كيف باش نشربوها بالقهوة، وباش نحط على الحافة شوية كريمة في الوسط باش نحط الكاكاوية والكراميل نستويهم ونحط الكريمة. الجنوازة الثالثة ونكمل بكوش متاع كريمة نستويها وندخلها للفرجيدير تبرد شوي، وزينت بالكريمة والكراميل اللي فضلولي شوية كاكاوية. وصحة وبشفي ليكم.